السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله بخير. معكم كالعادة علي القعاشي من مدونة مجهول معلوماتي في حلقة جديدة أحبابي في الله، سنكتشف من خلالها أهم التغييرات والتعديلات التي قمنا بإجرائها على القناة وعلى مدونتنا مدونة مجهول معلوماتي. طبعا لاحظ الجميع أننا قمنا ببعض التغييرات البسيطة في المدونة والقناة، أهمها كان تغيير اسم المدونة من مجهول معلوماتي محترف إلى مجهول معلوماتي. طبعا هذا الأمر جاء بعد طلب أو بعد الإلحاح كثير من الأصدقاء أو بعد متابعين أحباب في الله، حيث أن مجهول معلومات محترف كان يعيق أو يشكل عائق أمام إجراء مثلا شعار للمدونة، وكذلك في البحث في يوتيوب أحبابي في الله، حتى قمنا بإجراء يعني أو بحذف كلمة محترف فأصبح اسم المدونة والقناة مجهول معلوماتي فقط. فكما تشاهد إذا قمت بالدخول إلى صفحتنا على الفيسبوك فكما تشاهد هنا فقط مجهول معلوماتي. أيضا هذا الأمر تفاديا لبعض الصفحات المشابهة والتي كان اسمها مجهول معلوماتي محترف. طبعا الآن صفحتنا هي الوحيدة على ما أعتقد أنها هي بهذا الاسم هو مجهول معلوماتي. طبعا كما تشاهدون اسم القناة أصبح أيضا مجهول معلوماتي دون محترف أحبابي في الله، وتلاحظ مجهول معلوماتي، وأيضا اسم المدونة أو شعار المدونة أصبح فقط مجهول معلوماتي. طبعا محترف كان يحتاج إلى تصميمات كثيرة أحبابي في الله، وبالتالي هذا الأمر قمنا بإلغاء محترف لكي يكون تصميم الشعار تصميم جذاب وتصميم صغير أحبابي في الله. أيضا التغيير الثاني وهو تغيير رابط المدونة من anonymforprof.com إلى www.anonymforprof.com، قمنا بزيادة حرف F في الأخير أو في نهاية اسم أنونيم فور برو. فكما تشاهد أصبح رابط المدونة وهو anonymforprof.com. أتمنى أن تقوموا بتسجيل هذا الرابط بدلا من الرابط القديم حتى تتمكنوا من الدخول إلى مدونتنا وتصفح مدونة بشكل أسرع. طبعا التغيير الآخر أحبابي في الله وهو تغيير قالب المدونة. كما تشاهدون قمنا بحذف القالب السابق وقمنا بإنشاء قالب جديد، قالب أكثر يعني مواضيع وأكثر يعني دروس أحبابي في الله. كما تشاهد فقط في الواجهة تستطيع العثور على مجموعة من الدروس التي تستطيع تصفحها بكل سهولة. فكما تشاهد هنا مجموعة من الدروس أو أيضا اختصارات لمجموعة من الأقسام كقسم الأمن والحماية كما تشاهد، وأيضا قسم المقالات تستطيع فقط مشاهدة آخر الدروس في هذا القسم أو انتقال إلى القسم من خلال ضغط الأمن والحماية حماية هنا أو الضغط على مشاهدة المزيد. طبعا أيضا تجد آخر أحدث المواضيع بدلا من 3 مواضيع في القالب السابق، الآن تجد حوالي 7 مواضيع جديدة أحبابي في الله كما تشاهد أو 10 على ما أعتقد. هنا أيضا كما تستطيع الانتقال بين الأقسام، وهنا أيضا تستطيع أو ستجد مجموعة من خلاصة الأقسام كما تشاهد أحبابي في الله. هنا دروس منوعة كما تشاهد، وأيضا هنا قسم بلوجر الخاص بأشخاص الذين يريدون البدء في مشوارهم في بلوجر. هنا تجد أهم التغييرات أو التغريدات أحبابي في الله على موقع تويتر، هنا خلاصة أو نبذة عن مدونة، هنا أيضا الفيديو الدعائي والذي سيتم تغييره في الأيام القليلة القادمة من أجل وضع رابط جديد وهو رابط المدونة الذي تكلمنا عنه وهو رابط anonymforprof.com. إذا أحبابي هذه أهم التغييرات التي قمنا بإجرائها على مدونة وعلى قناتنا على اليوتيوب، أتمنى أن تقوموا باستيعاب هذه القناة وأن تكون في متناولكم. كان معكم كالعادة علي القعاشي، لا تبخلوا علينا بمشاركة قناتنا على اليوتيوب وكذلك زيارة كافة حساباتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.